أخبار اليوم. بنأسس مؤسسة اسمها مؤسسة بشائر قناة السويس، وبنهدي المحصول بسعر التكلفة أراضينا أو قناة السويس، يعني الاثنين مع بعض، وبنهدي هذا المحصول بعد ما يطلع السنة الجاية إن شاء الله بعد استقرار الوطن، هنهديه بسعر التكلفة أو خلافه لما تقعدوا مع مجلس الإدارة إلى مركز الخدمات الوطنية للجيش المصري وإلى أطفالنا الأيتام بسعر رمزي أو بزي ما أنتوا حاطين عايزين. الأول، أنتوا موافقين العام القادم على اهداء وزاره التربيه والتعليم ودار الايتام والجيش المصري من مركز الخدمات الوطنيه المحصول بتاعكم بسعر التكلفه ولا لا؟ تمام. بقول للناس اللي موجوده اللي زرعوا وتعبوا ومجموعه مستثمرين، او مجموعه ناس، شركه توصيه بسيطه لمت مجموعه ناس وبداوا يشتغلوا في الصحراء. الصحراء دي كانت فعلا ما فيهاش اي دليل على اي عمران ولا اي حياه، إلا لما بدأنا نشتغل فيها ونبدأ بدأنا ننتج وبدأنا نشتغل بالمجهود وعملنا البنية الأساسية اللي موجودة في الأرض عملناها على حسابنا. مفيش حد إن داخل الدولة ما حملناهاش أي تكلفة في البنية الأساسية بتاعتنا، إحنا اللي عملناها كشوارع وطرق وصرف ومية وكهرباء وكل حاجة بنتحملها إحنا على نمطتنا الخاصة. وبدأنا نشتغل ونعمر، كانت جنبي برضه شركة الخلفاء الراشدين وشركة القناة الانترناشونال برضه نفس الكلام، بدأت تشتغل بمجهودات بمجموعة مستثمرين بمجموعة ناس يعملوا يعمروا، وبدأنا نشتغل وبدأنا بدأت الأرض نحط فيها نزرع ونصلح. طبعا التصليح الأرض أصلا بكلف تكلفة عالية جدا، يعني الفدان الواحد بيكلف يعني ما يقلش عن 10 ل 20 ألف جنيه تصليح، لانها كانت كباب عاليه وواطيه وكان في اصلا اثار من الحرب كقنابل وحاجات من دي، وبعض الناس ماتت وهي بتشتغل، في جمرات قامت فيها ولوادر قامت فيها وكانوا ضحيه الالغام دي، واشتغلنا رغم هذا ووصلنا والحمد لله بفضل الله وبفضل مجهود الناس جميعا. كل واحد مش ما بنكلش مجهود اي انسان، لا داخل الشركه ولا خارج الشركه ولا، لان كل الناس لها مجهود وبصمات واضحه، مفيش حد يقدر ينكر الصح. فاحنا عايزين ان سياده الرئيس ينظر لنا بنظره عطف عندما اصدر قرار اسماعيليه الجديده اللي كانت مخصصه قبل ذلك، اسماعيليه الجديده خلف وادي التكنولوجيا ب 10,000 فدان ومخصصة ومعانا وعقود بعد ما خلصنا الاستصلاح واشتغلنا وبدأنا ننتج، ادونا عقود بيع خلصة الثمن من الوزارة بعد يعني خدنا جميع الموافقات الجهات المعنية من قوات مسلحة وأطار وري ومحاجر اللي هي الجهات المعنية اللي هي الدولة قالت لنا عايزين تتخصصوا أرض يا مجموعة الناس تدخلوا تعملوا 1 2 3 4 مشينا نفس الخطوات وخدنا جميع الموافقات، وبعدين بعد كده أخدنا عروض من وزارة الزراعة فاطمئنينا الحمد لله. إلى إيه؟ لأن أصلا كانت حصلت لنا إزالات بطريق الخطأ من محافظة إسماعيلية، وإيه وبعد كده برضو وصلنا المجهود واستصلحنا تاني واشتغلنا تاني إزالتين وإزالة من قناة السويس، ورغم هذا وصلنا العمل وما يقيسناش لعند ما وصلت الموضوع لهذا المكان اللي انتم شايفينه حضراتكم جميعا، زراعات مانجا مثمره واشجار زيتون واشجار برتقال وجميع الاصناف كل حاجه تمام ما شاء الله يعني. واحنا تحت امر القوات المسلحه وسياده الرئيس الرئيس عبد الفتاح السيسي، واحنا قلنا قدامه في كل نازله نزلناها كل وقت انزلنا وما تاخرناش،
فاحنا بنطلب نظرة بعين العرض. نشوف مكان على الطبيعة ونرفع كل حاجة على الطبيعة. حجم المساحة الأرضية كام؟ مساحة الأرضية المساحة يعني تتراوح من بيت 4000 ل 7000. لا 7000 المستصلحة اللي هي المستصلحة المزروعة 7000. الشركات حضرتك أقصى شركة معاها 1250 فدان، والشركة اللي بعد منها معاها 200 تقريبا فدان، والشركة الثالثة معاها حوالي 150 فدان. من 7000 لو احنا جمعناهم هيطلعوا 2000 تقريبا. من 7000 يبقى فيه 5000 وضع يد، ناس قاعدة فيهم، ناس بايعة بيوتها في البر التاني، ناس بايعة بيتها في الصعيد، ناس بايعة بهايمها. كل أسرة اللي فيه عندها ناس فدانين، في 3 وفي 4 وفي 20 وفي فدان، وكل واحد باني على بيته. ومفيش شركات صلحت الفلاحين. الفلاحين دي كلها الناس اللي قاعده دي وسطاء وصلحوا باعوا بهايمهم. بسم الله الرحمن الرحيم. انا محمد باز سالم صاحب 15 فدان. جيت هنا من سنه 2002 وقمت باستصلاح الارض وعملت لها شبكه ري وقاسيت الماساه كلها من العرب لغايه لما ابتدى الشجر يظهر على وش الارض. وبقالنا النهارده من سنه 2002 لغايه دلوقتي لسه الشجر ما خدناش منه بشاير الا السنه دي. وبعدين بعد ما فرحنا بالارض وفرحنا بمشروع قناه السويس وفرحنا بقرارات الرئيس اللي كنا بنجري وراه من يوم من ثوره 25 لوقفه الدستور لوقفه 30 يونيو، كل الوقفات اللي وقفناها دي كلها معاه وتأييده، وفرحنا بموضوع قناه السويس اللي جاي لنا، جالنا الخطر بمعاينه الناس اللي جان من لجان معينه من هيئات معنيه بتقيس بتعد الشجر وبتقيس في الاراضي. ايه يا جماعه ده هيعملوا هنا مدينه سكنيه؟ طبعا الحلم اللي كنا بنحلم بيه كله صحينا منه. طيب دلوقتي هل يا فندم جه لحضرتك قرار بازاله الارض؟ قرار كتابيا مفيش، لكن بالسؤال مع الجهات المعنيه اللي جت قالوا لنا ان المنطقه دي هتتزال لغايه الطريق بره. حضرتك تقصد مين بالجهات المعنيه يا فندم؟ لا انا ما اقصدش حد، بس ناس تقول المحافظه اللي عايزاها، وناس تقول لا الجيش اللي عايزها، وناس تقول ان مجلس المدينه اللي عايزها، احنا ما نعرفش، او شركات استثماريه هتاخدها، احنا ما نعرفش الحقيقه فين. كم تبلغ المساحه الحقيقيه للارض؟ 7000 فدان، وال 7000 فدان فيهم اراضي مزروعه من سنه 1995 لغايه السنه اللي فاتت كانت ناس بتزرع. وبناء على هذا احنا جمعنا بعضنا وعملنا مؤسسة بحيث ان احنا نخدم بيها الوطن خدمة حقيقية، ونطلع الانتاج كله لل 7000 مزرعة اول سنة بتكلفة للجهات للمدارس وللايتام وللجهات الوطنية في الجيش. وكل اللي بطلبه من الاخ العطوف والاب الرحيم ان هو ينزل في امرنا ويدينا امل ان الارض هتقعد معانا عشان نعرف نخدمها. احنا السباخ مرمي والكيماوي مرمي ومش عارفين ننزله ولا نشيله. ايه هي نوعيات الانتاج اللي موجود عندنا؟ استفندي من اعلى مستوى، برتقال من جميع انواعه، مانجا هي الوحيده اللي بتطلع تصدير للعالم كله، اعلى مانجا موجوده في مستوى الجمهوريه العربيه كلها هي مانجا بتاعت الشرق هنا، اعلى مانجا موجوده. هل انتم توجهون صوابع الاتهام الى شخص معين في ازاله هذه الارض؟ لا، احنا بنطلب الرحمه والنظره بالعطف للجهات المختصه في امرنا. في ناس قالت ان السماد ده بيجي من وزاره الزراعه، مش في ناس قالت لا مش كله، في ناس اللي هي قننت ارضها بتصرف من الجمعيات. انا واخد جواب حيازه من الجمعيه بصرف كيماوي، وغيره برضو اللي عمل جواب بيصرف كيماوي، لكن كله بنجيبه من سوق السوداء وتكلفة على حسابنا. النقل في المعدية بيقرفنا، والنقل هنا بيقرفنا، والعمال هنا لو بيشتغل هناك بخمسين جنيه بيجي هنا باخد 70 جنيه وثمانين جنيه، وهنا بنعاني القمرين وبرضو مستحملين وشايفين الذل عشان خاطر نطلع بالشجر يجمل المنظر العام لقناة السويس. وبعدين في نقطة برضو مش عايز افوتها، ظهر الحامي لقناة السويس دلوقتي يعتبر هو المشروع الزراعي ده، هو اللي هيحمي الجيوش، الجيش لا قدر الله لو حصل فيه اي حاجه هو اللي هيحمي الجيش الدرى فيه، هو اللي هيحمي اي حاجه بعكس العماير وبعكس المباني اللي هتتبني. ما فكرتوش تخاطبوا وزير محافظ الاسماعيليه؟ محافظ الاسماعيليه ما حدش وصل له. هل هذا الارض تعوق المجرى الملاحي لقناه السويس؟ لا ما تعوقوش. اخر اعاقه لقناه السويس هي كانت قرار 114
اللي هي المنطقة اللي زالوها دي وخلاص على كده. مش إعاقة دي حرم القناة كمان. وبعدين حرم القناة. حرم القناة. بنحرم القناة لحد آخر قرار 114 2 كيلو ونص. لا حرم القناة الجديدة. الجديدة. لا الجديدة كيلو. الجديدة يا حاج محمد. كيلو 700. كيلو 700. إذن الأرض لا تعوق. لا تعوق. إذا ما هي المطالب التي كلمة تطمنا من سيادة اللواء كامل الوزيري أو من فخامة السيد عبد الفتاح السيسي. الناس لحد النهاردة بتصرف على الأرض، وبعدين مصاريف الأرض جامدة جدا مش رخيصة، تمام؟ يعني الفدان ده بيكلف مبلغ كتير جدا، ودلوقتي هو قاعد محتار أصرف ولا مصرفش، تمام؟ اصل بعدين المصاريف مش سهله، يعني مثلا ايه اقل مصاريف اقل في الفدان يوم ما الفدان الواحد ممكن يكلف له 10,000 جنيه خدمه على الاقل، تمام؟ الناس جايبه الاسمده وجايبه السباق وجايبه كل حاجه على اساس ان ايه تمام انها تخدم. طب انا هخدم ازاي وهم بيقولوا هيشيلوا 2300 جنيه والله عايزينه الارض، يعني الفدان بيكلف اكتر من 10,000 جنيه عشان اجيب عمال تكلفني قد تمن اكتر من 10,000 جنيه. طب المنطقه دي لو اتبنت مساكن معلش يعني دي ممكن تبقى مأوى للارهابيين، تمام؟ يعني ممكن تكون ضرر لقناة السويس. دي مزرعة بيملكها واحد قاعد فيها واحد او واحد واسرته، تمام؟ ما فيهاش ضرر، لكن لما بتكون هتبقى مساكن هتبقى تلم ناس كتير جدا، ممكن تكون فيها ضرر لقناة السويس، تمام؟ فانت بتحميها بالزراعات دي، تمام؟ علاوه على كده ان احنا ناس تعبنا وتعبنا جامد جدا، صرفنا اللي ورانا واللي قدامنا. اقل واحد عنده مزرعة صرف مبلغ كبير جدا، تمام؟ ما بقاش حته غيرها. يعني دلوقتي اللي هتتاخد ارضه هو وعياله، يعني مش عايز اقول هيشحنوا. عدد الاسر الموجوده في المنطقه دي كم كبير جدا، 7,000 اسر، كم كبير جدا يعني من الاسر حوالي 10,000 نسمه. يعني حوالي 10,000 نسمه. يعني فاحنا بنناشد سياده الرئيس، وطبعا لما عمل مشروع القناه احنا كنا فرحانين جدا، والله كلنا فرحنا جدا، لان ده بيخدم مصر. قلنا هنخدم مصر، قلنا ده في نفس الوقت هيبقى مكان يعني ليه. احنا فرحتنا مش لينا، احنا فرحتنا لعيالنا الجيل اللي هو طالع، تمام؟ احنا فرحتنا مش لينا بس، كمان مش عايزين لا ضرر ولا ضرار. يعني انا لما احط دم قلبي في الارض هنا واجي ابص الاقيها هتتاخد مني وفي لحظه، فدي طبعا موضوع. بالنسبه لموضوع التعويض، لا التعويض ايه ده دي مرويه بدمنا. يعني انتوا ما توافقوش على ان انتوا تاخدوا تعويض؟ لا 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 تعويض عن ايه؟ تعويض عن ايه؟ كان لما جينا زرعنا هنا كان قالوا لنا دي محجوزه للمشاريع الدوله، ليه يهدر مال زي عشان خاطر ما تعبش انا، وبعدين عشان ما تعبش انا واعمل ده كله، وبعدين تيجي تقول لي تعويض. وبعدين حضرتك في كمان حاجه تانيه، ترفضوا مبدا التعويض؟ طبعا في، عايز اقول لحاجه لحضرتك عليها كمان. هل في حل بديل؟ ما انا عايز اقول لسه، عايز اقول لحضرتك عليه. نطرح على السيد المسؤول. لا حل بديل عن الارض لا، بس انا في حاجه عايز اقول عليها. المكان ده لو مفيش بديل ليه انك تبني في اسماعيليه احنا هنسلم بالموضوع، ما هو مفيش بديل، او تعمل فيه مشاريع مفيش بديل ماشي مفيش مشكله، انما انت عندك سينا فاضيه وسينا كبيره جدا، سينا كبيره جدا جدا. اشمعنى المنطقه دي بالذات؟ جاي عايز تزيل المكان اللي هو يعتبر فيه اللي فيه نص زراعات الموجوده في سينا، المكان الوحيد اللي عمران في سينا كلها هو نص الزراعات اللي في سينا او اكتر من النص هي في المنطقه دي. طب عايز تزيلها ازاي؟ تمام. وبعدين طب ما انت عايز تزيلها، طب هل المشروع ده كان فجاه؟ المشروع ده متخطط له من سنين. هل المشروع ده كان فجاه ان انت تشيل وتزيل الناس دي كلها؟ ما خليت الناس دي تزرع عليه من زمان. دي المساعده اللي بيساعدوها للغلابه اللي تايهين في الجبال، مش بتيجوا في الجبال، بتمشوا مش بتشوفوا الصحاري. مش كانت صحراء والله، احنا خدناها كده، خدناها طايبه كده، خدناها طايبه يا اخويا. لا احنا شقينا وتعبنا، ولا احنا خلصنا على خلاص.